شكرا على الحضور في هذه الندوة التي يحييها الدكتور يوسف مكي رئيس موقع التجديد العربي في الندوة سياسات القوى الدولية والإقليمية ومصالح الأمة العربية. الدكتور يوسف طبعا مو أول لقاء يكون معانا وغنيين عن التعريف، أحد الكتاب والمحللين السياسيين البارزين الذين يتصدوا للقضايا الأمة العربية بكل صدقية. لذا نجعل الميكروفون لديه ليدلو بدلوه في هذا المجال، وشكرا. مساء الخير، مرة أخرى أجد نفسي بين أصدقاء أعزاء، وهذا المكان لي ألفة معه عدة مرات، موجودين نخبة رائعة قد لا أضيف كثيرا، ولكن هذه على أي حال مهمة أنيطت بي وليس على من يجلس على هذه المنصة إلا أن يقول شيئا. الموضوع اللي احنا نناقشه الليلة موضوع التحولات الدولية، تغيرات في موازين القوى الدولية، المتغيرات الإقليمية، موضوع سبق أن تحدثنا فيه العام الماضي في هذه المنصة وقبل حوالي 7 أشهر الأخوة في المنبر التقدمي مشكورين دعوني شرفوني بأن أجلس على أيضا ألقي محاضرة لديهم، وفي تلك المحاضرة أيضا جرى استكمال ما بدأنا به. والحقيقة أنه التطورات المتلاحقة تجعل دائما في جديد في هذا السياق. الطريحة اللي خرجنا فيها في المرة الأولى هي أنه ترصين العلاقات الدولية هو رهن بتعدد الأقطاب، وأنه كلما ضاق هذا الجانب كلما تفردت قوة الهيمنة، قوة واحدة على العالم، كلما غاب الترصين، ولأن الكون لا يقبل الفراغ تبرز الطحالب هنا وهناك لتكون البديلة في هذه السيرورة، سيرورة التغيير. وأشرنا أيضا أنه أي تحولات في موازين القوى الدولية في الغالب تكون مصحوبة بصدام، بشغلة شيء ملحمي من المواجهات، وأنه أي تسويات تاريخية كبرى تسبقها فوضى. هذه كان خلاصة الحديث اللي جرى في المرة الأولى. أشرنا إلى مشاريع التقسيم وأوضحنا أنه المشروع التقسيم تقسيمية الوطن العربي ليس جديدا، وأنه أول من طرح هذا المشروع هو ترومان بعد الحرب العالمية الثانية، في تصريح قال أنه في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقتنا التسويات اللي انتهت في
الحرب العالمية الأولى لم تأخذ بحقوق المظلومين، بمعنى لم تأخذ بحقوق الأقليات دينية مذهبية أو إثنية، وأنه حان الوقت لأن نعيد صياغة خارطة المنطقة لكي تتضمن الاعتراف بهذه الحقوق. بالتأكيد كان بروز الاتحاد السوفيتي لحاقه بالنادي النووي، وبروز النموذج الجديد اللي هو بروكسي موديل اللي هو الحروب بالوكالة، كان أمر حتمي، لأنه بعد اكتشاف السلاح النووي صار فيه استحالة أنه تصير فيه مواجهة بين القوى التي تملك هذا السلاح، وتحديدا هنا بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد السوفيتي، فالمواجهة المباشرة لا يمكن لأنها تعني فناء محتم للبشرية، واستعيض عنها بالحروب الإقليمية اللي تديرها هذه القوى. وهذه الحروب ممكن تصنف في جنوب شرق آسيا، الحروب بالتحرير، حركات التحرر الوطني اللي اندلعت بعد بقوة بعد الحرب العالمية الأولى الثانية، وتواصلت حتى تحقق الاستقلال السياسي، أو حصلت كثير من هذه الدول على صكوك الاستقلال إما بالقسر بالنضال أو بالرضا بالتفاهم. هذه منعت مشروع ترومان من أنه يأخذ مكانه، وفي عندنا الحروب العربية الإسرائيلية، يعني معروف موقع الاتحاد السوفيتي منها إلى جانب العرب، والحروب الأخرى اللي صارت في مختلف أرجاء العالم، في صراعات في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، نعرف أنه بدل عن الاحتلال أمريكا اللاتينية شهدت عشرات الانقلابات العسكرية في غواتيمالا، في الدومينيك، في تشيلي، في كثير من بلدان أمريكا، القائمة طويلة، وكلها هذه الانقلابات أما بواسطة عسكري مغامر مدعوم من قبل CIA، سوهارتو مثل آخر في إندونيسيا، كل هذه الحروب هي تمثل وجه آخر للصراع اللي صار في الحرب الباردة بين العملاقين. من حسن طالع البشرية أنه التعددية الأحادية القطبية لم تعمر طويلا، نقدر نقول أنه من بداية مطلع التسعينيات من القرن الماضي إلى 2003 كان أول تحدي للقرار الأمريكي جاء من فرنسا لما وقفت ضد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز احتلال العراق، وهددت باستخدام الفيتو، واستمر هذا العمل الحال الخلل في موازين القوى في تصاعد. برزت الصين بقوة كاسحة ودخلت يعني أسواق العالم بأسرة، وبوتين أعاد بناء روسيا الاتحادية مجددا، قوة عسكرية وقوة سياسية تفرض حضورها على العالم. الملامح الجديدة، ما في التاريخ الإنساني استنساخ للماضي، كل تجربة إنسانية لها خصوصيتها ولها بصمتها الخاصة، فأحنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحن يعني نعيد الآن الحاضر
يعني نعتبر أنه هو استعادة إلى أحداث الماضي، وهذا شيء غير تاريخي هذا الكلام. ملامح المرحلة الجديدة هي أنه إحنا إلى الآن حصل فيه اشتباك تشابك في العلاقات الدولية، بحيث أنه ما في أحد من هذه القوى من مصلحته أنه يقضي على الآخر. يعني التشابك الاقتصادي يجعل أنه إذا تصير في أزمة في أي دولة من دول العالم المتقدم لها انعكاساتها الخطيرة على بقية دول العالم، ورأينا أزمة الرهن العقاري. مين اللي فزع لينقذ أمريكا من هذه الأزمة؟ بالدرجة الأولى الصين. والصين مو لخاطر الولايات المتحدة، لأنه 25% من تعاملاتها الاقتصادية هي مع الولايات المتحدة، وإذا سقط الاقتصاد الأمريكي تسقط يعني يتضعضع ويتراجع الاقتصاد الصيني بشكل كبير. ولذلك ساد مفهوم ضمن الحالة الصراعية، مفهوم الشراكة. يعني احنا من جهة نتصارع في مناطق، في بؤر استراتيجية، في جغرافيا، في مواقع، في ثروات، ومن جهة ايضا نتفاهم، لأنه ليس لمصلحة أي قوة أنه تصير فيه دمار إلى القوة الأخرى. وهذا اللي يفسر المفهوم اللي دائما رغم الحالة الصراعية بين موسكو وواشنطن يستمر الحديث بقوة عن شيء، عن شراكة وعن ضرورة التفاهم. لكن هذه ليس شيء على بياض، مش نهائي. هذا لا يمنع انه كل واحد، كل قوة تحاول انها تحسن، تضاعف مساحتها، تزيد من مساحة هيمنتها. ومن هنا بنشوف الحراك السريع والمتغيرات اللي تجري على المستوى العالمي، وايضا نشوف في خطوط حمر توضع في كما صار في سوريا، كما صار مع إيران أو مع كوريا الشمالية، وبعد فترة بسيطة نشوف انزياح لهذه الخطوط الحمر وتعامل موقف آخر جديد. هذا الشيء أيضا الصغار عادة يقلدوا الكبار. هذا الشيء صار له إسقاطاته على القوى الإقليمية. القوى الإقليمية احنا من نتحدث عنها في منطقتنا، نتحدث عن تركيا وإيران. تركيا عندها حلم قديم بأنه تكون جزء من القارة الأوروبية وتدخل الاتحاد الأوروبي، وتمت إعاقة هذا المشروع رغم أنهم قبلوا في قبلوا تركيا من عام 1952 عضو في حلف الناتو، لكنهم لم يقبلوا بها شريك في القارة الأوروبية. فيه مشاكل تطرح، مدى جدية هالطرح يحتاج إلى متابعة ورصد وإلى تحقق، اللي هي قضايا حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في تركيا، اللي اعتبرت حائل دون دخول أوروبا، دون دخول تركيا في القارة الأوروبية أو في الاتحاد الأوروبي. لكن اللي يتابع المشهد السياسي يشوف إنه القضية أكبر بكثير من يعني هذا التبسيط، لأنه إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فإحنا نعرف أن هذه القوى لا تتردد عن دعم أنظمة ديكتاتورية وأنظمة فاشية على مستوى العالم، وأنه فكرة حقوق الإنسان والديمقراطية
هي شأن نسبي يستثمر حيث يجب أن يستثمر من وجهة نظر المصلحة مصالح هذه الدول، ويغير يعني يحيد إذا ما تعارضت هذه الشعارات مع مصالح الدول الغربية. خلال العام هذا من محاضرتنا السابقة في على هذه المنصة إلى الآن سلت مياه كثيرة حقيقة، حصل تضعضع إلى الإرهاب في سوريا والعراق لداعش تحديدا، وتمكنت الدولتين العراقية وسوريا بدعم خارجي نعم، لكن بالمحصلة أنه قضي على المنظمات الإرهابية بشكل واسع اللي هي داعش. في لحظة من اللحظات النظام السوري فقد 80% من الأراضي، سيطر على 80% من الأراضي، اليوم حديث عن 10% تتواجد فيها مجموعات جبهة النصرة وأخواتها في مناطق صغيرة جدا. دخلت هذه الشراكة، هذه وجدناها تأخذ مجالات في التدخل المباشر في سوريا، في قوات أمريكية، في قوات روسية، في مجموعات ميليشيات من كل الأجناس، في حزب الله، فيها نجبة، فيه مجموعات الميليشيات اللي الآن اللي وصفناها النصرة والقاعدة والتنظيمات التابعة القريبة منها. فلغة الشراكة هذه ما اقتصرت على الاقتصاد، وإنما أيضا اقتصرت في تنسيق بين هذه القوى في دعم في دحر ما أطلق عليه بالإرهاب. هذا الشيء ما ألغى حالة التنافس حتى في هذه المناطق. في سوريا عملوا الروس باستمرار على أنه على إزاحة الأمريكان، وبقوا الآن في مناطق محدودة في الجنوب وفي بشكل دعم للأكراد في الرقة، لكنهم لن يخرجوا إلا بتوافق، كما دخلوا بتوافق يخرجوا بتوافق. وفي اتفاق أيضا أنه في دومين أساسي في مناطق أساسية هذا ما يتدخل فيها، روسيا ما تتدخل فيها وأمريكا ما تتدخل فيها. هذه مناطق خاصة بأمريكا وهذه مناطق خاصة بروسيا. وخير مثل هو موضوع اليوم الآن اللي نشهده اليمن. اليمن في اتفاق ضمني وإن يكون غير معلن أن روسيا ما لها شغل في أحداث اليمن، وإنها وافقت من البداية على اعتبار حكومة هذه هي الحكومة الشرعية، وضمنيا وافقت على عاصفة الحزب، وافقت على الدور الأمريكي في اليمن ولم تتدخل. بالمثل في اتفاق أمريكي روسي على أرجحية الدور الروسي داخل سوريا. الوضع السوري بالذات، وأضيف له مؤخرا قضية الأكراد، هو عامل تغيير سريع في السياسات الإقليمية. تركيا اللي وعدت بأنه مصير الأسد هو أسابيع، واعتبرت الأراضي التركية محطة لما شئت أن تسمي المعارضة الإرهاب أي تسمية، لكن تركيا كانت محطة لوجستية
ومحطة عبور لهذه القوى اللي دخلت تقاتل ضد النظام السوري. الأردن كانت محطة أخرى. اليوم نلاحظ في تغير في السياسات، ممكن دور الأمريكي في انقلاب فتح الله جولن كان عامل أساسي من أنه يشعروا أنه تأييد روسي من جهة ضد الموقف التركي ضد الانقلاب، لموقف أردوغان ضد الانقلاب، وتعاطف أمريكي مع الانقلاب، ودعم القوات الديمقراطية الكردية من قبل أمريكا، وأيضا الموقف اللي بدأ إيجابي من فكرة الاستفتاء اللي صار في شمال العراق في المراحل الأولى من قبل إدارة ترامب. هذه أوجدت حالة جديدة، أوجدت ضرورة أن يلتقي الإيرانيون مع الأتراك في جبهة واحدة ضد قيام دولة كردية. وأنا أعتقد أنه يعني كان في غباء وموقف يعني أقل ما يقال عنه أنه هو في أمية سياسية عند الزعماء الأكراد، لأنه هم طيلة تاريخ الحركة الكردية ما كانت تستطيع أن تعمل عسكريا إلا بتوافق مع أحد القوى، مع قوة أو أكثر من القوى الإقليمية المجاورة، أما تدعمها تركيا أو تدعمها إيران أو تدعمها سوريا. أما أن تكون محاصرة من كل القوى ضدها، كيف تشكل دولة وأنت في دكتاتورية الجغرافيا فارضة نفسها عليك وما في أي توافق مع أي قوة إقليمية؟ وهذا عنصر من عناصر الأساسية في إحداث خلخلة في السياسات القديمة، تغيير انتقال من السياسات القديمة، لأن تنتقل تركيا تشكل تحالف مع إيران. لكن هذا مش نهاية المطاف. ترامب لاحظنا في العام المنصرم هذا اللي الآن يقترب من نهايته عنده تصريحين. التصريح الأول تصريح يعني راديكالي عنيف، والتصريح الثاني تراجع فيه عن الموقف السابق. وفي تفسير عند بعض المتابعين للسياسة الأمريكية أنه المؤسسة الأمريكية تلاحق الدولة العميقة، تلاحق ترامب وصحح له مساره، أنه في خطوط حمراء لا يمكن تتجاوزها في السياسة الأمريكية. على سبيل المثال الوعد اللي وعدوا بأنه إذا الأوروبيين أو أوروبا الغربية ما تدفع له مبالغ طائلة مقابل الحماية فسوف يرفع الحماية عنها، ما يلغي المظلة النووية. هذا أكيد شيء ما تسمح فيه المؤسسة العسكرية، ولذلك تصريحاته راح ذهبت أدراج الرياح، وبقت العلاقة رغم التوتر اللي صاير بينه وبين ألمانيا، لكن بقت القوات الأمريكية وبقت الحماية الأمريكية. بالمثل في الشأن الكردي، مرتين أردوغان يهدد بالانسحاب من الناتو إذا تمسكت الولايات المتحدة بسياساتها الإقليمية تجاه كردستان العراق، ومرة أخرى هدد تجاه القوات الديمقراطية الكردية. واللي حصل أنه في الحالتين تراجع ترامب عن مواقفه السائل، أنه في تهديد، في خلخلة راح تصير في الناتو، والناتو تركيا مش أي حاجة بالنسبة للولايات المتحدة. تركيا في يوم من الأيام كانت هي وباكستان وطهران وبغداد تشكل القوس اللي طوق الإمبراطورية السوفيتية، الاتحاد السوفيتي. والآن مع رجوع الاتحاد روسيا الاتحادية بقوة، أنت بحاجة أيضا إلى أن تعيد النظر في المواقع الاستراتيجية، اللي المواقع اللي تحيط روسيا الاتحادية. في نفس الوقت أنه فيه حرص تام
على أنه يعني لا يعني يغادر. أول شيء أنت عندك حرص أن يكون في بفر زون، يعني في عندك هيمنة سيطرة على حضور قوي في تركيا، لأنه هي أنت جاي من خلف المحيط، كل ما اقتربت من روسيا الاتحادية عسكريا كل ما كان ذلك أفضل. بالنسبة لروسيا أيضا ما يقدروا يعبثوا لا في تركيا ولا في إيران، ودخل الصين أيضا قوة أخرى في موضوع الحفاظ على القوتين الإقليميتين، أنه هذا الطريق اللي هو معروف تاريخيا في العصر الحديث اسمه طريق الحرير ينبغي أن يكون آمن، ينبغي أن يكون الطريق من الشرق إلى الغرب آمن. الإيرانيين ما رايحين سوريا علشان خاطر بشار الأسد، إيرانيين استراتيجيتهم في من الثمانين إلى الآن أنهم يقتربوا من حوض البحر الأبيض المتوسط، وحزب الله كان مثل أعطاهم هذه الإمكانية. وجود أي تقسيم حاليا إلى العراق وبالذات ما أشيع ما صار معروف بالمثلث السني يعني حرمان طهران من التواصل مع عمقها الاستراتيجي أو مع سموها سفير انفلونس في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولذلك يعني هي مع وجود دولة عراقية ضعيفة يعني، لكنها أيضا مع وجود دولة عراقية موحدة، لأنه هذه تمنع وصول تقطع أذرعها إلى سوريا، وبالتالي تقطع أذرعها إلى بيروت الجنوبية، ضحي بيروت الجنوبية. وتجربة مع النظام في سوريا القيادة السورية ثبت أنها علاقة مستقرة منذ قيام الجمهورية الإسلامية إلى اليوم بين إيران وبين الدولة السورية. يعني شيء أيضا يعني طهران ضد التفريط فيه، لكن هذا يعني ما يعني في كل الأحوال أنه صلابة الموقف السياسي العلاقة السياسية بين البلدين. في السياسة ما في صداقات دائمة ولا في أخلاق أيضا ولا في ما في التزامات مبدئية، في مصالح. لما حصلت الانتفاضة السورية في سوريا وبدأ للإيرانيين إنه النظام ممكن أن يسقط، الإيراني يعني إنه بشار الأسد ممكن أن يسقط، الإيرانيين فكروا وخططوا الانقلاب عسكري داخل سوريا يطيح بالأسد ويكونوا هم البديل عنه. وتستغربوا إنه مين الرواية هذه، مين اللي طرحها؟ طرحها سامي كليب، وما ينطقوا عن الهوى. سامي كليب هو زوج لونا الشبل اللي هي مستشارة الرئيس بشار الأسد للشؤون المستشارة الصحفية لرئيس بشار. تقول إن يقول سامي كليب في كتابه إنه الإيرانيين خططوا فعلا الانقلاب عسكري يزيحوا فيه بشار الأسد ويضمنوا إن في ضباط موالين لهم ويعلنوا مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية بحيث يستقر النظام ويستمر تحالفهم مع النظام في سوريا بدون الأسد. لكن سرعة الحراك اللي صار في الدولي والإقليمي اللي صار في سوريا والتدخلات يعني الدول بعض الدول العربية، وهذا يعني واضح بدون ما ندخل في التفاصيل، ودور الولايات المتحدة هي اللي جعلت إيران تشعر أنه سوريا لا تحتمل هذا الانتقال السياسي الآن في ظل هالظروف، وجعلتها تتراجع عن قرارها. الكتاب هذا صدر العام الماضي وموجود في الأسواق عن الأزمة السورية اللي هو المذيع والمحلل السياسي المعلق له الأستاذ سامي كليب. من جهة ثانية الأتراك
مرت 6 سنوات أو 7 سنوات خط الترانزيت اللي يربطهم بالجنوب أشبه شبه معطل من تركيا واصل إلى سوريا عبر الأردن عبر الجزيرة عبر بقية دول المجلس التعاون. الآن فيه مراجعة إنه إذا الكبار بيسووا تسويات فيعني ليش إحنا ما نقتنص هالفرصة هذه ونلتحق بسرعة نقوم بها هذه العمليات التسويات. على الصعيد الآخر إحنا النظام في مصر من اللحظة الأولى اللي جاء فيها السيسي بدأ يشعر إنه الحرب الموجودة في سوريا هي حرب بين الإخوان المسلمين وبين بشار الأسد، وبما أنه هو قام بانقلاب ضد الإخوان المسلمين وبما أنه عنده إشكال مع بشار الأسد مع الإخوان مع حركة حماس وبما أنه حماس أيضا عندها إشكال مع بشار الأسد فصار عدو. يعني مدام احنا متفقين سوا على عداوة الإخوان المسلمين وعلى عداوتنا مع حماس فيصير في تنسيق أمني بين المخابرات السورية وبين المخابرات المصرية. بدأ هذا الشيء على استحياء ومن ثم أعلن رسميا وزار علي ملوك القاهرة وأعلن استقبال السيسي لعلي ملوك على الملأ، وظل التنسيق إلى يومنا هذا بين القيادة المصرية وبين القيادة السورية. صورة الصين وقفت من اللحظة الأولى مع الدور الروسي برغم أنها مو فوكال مو بنفس الحضور الروسي إعلاميا لكنها استخدمت الفيتو عدة مرات والآن تستعد لإرسال قوة عسكرية اللي يعني ما بات يطلق عليه بحفظ السلام في سوريا، ومن جهة هي منشغلة بأمورها الأخرى بدون ما تحدث تصادم مع الولايات المتحدة. هي يعني بدأ أكيد الكل هنا سمع عن فكرة القطار هذا اللي يصل الصين بالقارة الأوروبية بشرق أوروبا وغرب أوروبا، وحدثت حققت اختراقات هائلة في القارة الأفريقية، واليوم داخل الولايات المتحدة حضورها الاقتصادي لا ينازع أما بالقياس مع حضور بقية الدول. في عالم حقيقة يتشكل، والتسويات الأخيرة اللي صارت بين حماس وبين اللي هي القيادة المصرية على المصالحة هي ليست بعيدة عن جملة التحولات اللي صايرة في المنطقة اللي هي التحول في السياسة التركية، ابتعاد قطر أو الأزمة القطرية الخليجية، الشعور الحمساويين إنه لابد حتى يكون لهم حضور وقبول إنه لابد يدخلوا في مشروع سياسي، وهذا المشروع السياسي بدأ يتماهى بشكل أو بآخر مع خط فتح اللي أطلق في السبعينيات اللي هي الحديث عن المراحل وما المراحل وعن أنه وجود دولة فلسطينية الآن هو مرحلة بدل ما الحديث عن التدمير الكامل لإسرائيل. فالخلاصة اللي أنا أريد أكد عليها أنه اليوم إحنا عندنا يعني في صراع إرادات أكيد يدخل فيه السلاح وتدخل فيه قوى الإرهاب اللي هي يعني الكل استخدمها بدون استثناء، ولذلك أي حد يتهم فلان بأنه دعم الإرهاب هو صادق، يعني ما في حد يكذب، يعني لأن هذه القوة الكل استخدمها، استخدمت من قبل في المراحل الأولى من قبل إيران وسوريا لأنه كان في توقع أنه يصير الهجمة الأمريكية تستمر
وتوصل لسوريا وتستمر ويعني وتاخذ المنطقه الفوضى اللي صارت في بعد الاحتلال العراق وتستمر. والوعود اللي وعد فيها جورج بوش انه الولايات المتحده ستشن على الاقل حروب ضد 10 دول، بتشن حروبها على اكثر من 10 دول في القضاء على العراق. والمناكفات اللي صارت بين النظام في سوريا مع الولايات المتحده والى اخر، كل هذه جعلهم يشعروا بانه الكل مصلحه. هذه القوى هي جاهزه لمين يعني يتبناها ويحتضنها. وفي الاخير انقلب السحر على الساحر، القوى اللي صارت تدعم صارت هي التي تحارب في العراق وفي سوريا، والقوى الداعمه تغيرت. وهكذا يعني هم، هذا مشروع اشبه بما يعني ممكن نسميه مشروع الاستئجار. يعني اي احد يعجل في قيام دولة الخلافة أو سميها ما شئت، هم مستعدين يتعاونوا مع الشيطان، المهم أنه تجيهم أسلحة وتجيهم أموال وتجيهم. الوضع العربي يعني في 3-4 عقود هو في أسوأ حالاته، ولن ينتج عنه أي قرار مستقل. أن العرب عمليا من 90 جامعة الدول العربية، خلينا نتكلم بصراحة أن الحضور الحقيقي لجامعة الدول العربية كان في المرحلة الناصرية. والمرحلة الناصرية كان قوتها من رضا شعبي، من تأييد جماهيري من الوطن العربي، من تحالف مع الاتحاد السوفيتي. واستطاعت انها يعني تستثمر جامعة الدول العربية لتشكيل شيء سميناه النظام العربي الرسمي. النظام العربي الرسمي يعني تأسس بعد الحرب العالمية، وما أخذ مداه حقيقة إلا بعد ثورة 23 يوليو. أصبح فيه انقسام عقائدي أو سياسي من جهة، لكن في حد أدنى من التوافق على مجموعة من العناصر، من نستخدم الثوابت حتى ما نصير في التعبير راكد، فنقول في اتفاق على جملة من العناصر. لعل أهمها الجامع كان القضية الفلسطينية. اليوم نحن قدام وضع متغير تماما، في لا يوجد نظام عربي الآن على الإطلاق بدون أزمة. ما في أزمة سياسية، أزمة كيانات تتفتت، أزمات اقتصادية حادة. الحلم اللي راود شعبنا العربي بأنه يجي في يوم من الأيام يتحرر من القهر ومن الجهل ومن الاستبداد ومن الفساد، يقضى فيه على الأمية، تتوفر فيه السكن والتعليم والعلاج، بات هذا من الأحلام الصعبة البعيدة. شعب أكثر من 1,000,000 مصاب بالكوليرا في بلد عربي عريق، وجوع، أكثر من 15 مليون عربي مشرد. أنظمة تفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية. إذا أخذنا أن الشرعية هي الدفاع عن المواطن فمش موجودة، إذا أخذناها أنها دفاع عن الوطن هي مغيبة. يعني إحنا نعرف أنه الموجود هو سلطة الغلبة، سلطة الإكراه هو الموجود في الوطن العربي. وهذه الأوضاع، الاهتراء اللي صار، عطل قيام الدولة المدنية. ومع غياب الأمل في تأسيس دولة مدنية، بدأت نعيد احنا للعناصر الناقصة في تاريخنا العربي، وبرز مجددا الحضور للعشائر والقبائل. من كان يتصور انه نحن نتحدث عن عشائر وقبائل في سوريا، وعن تحالفات سواء مع النظام او ضد النظام، او عشائر وقبائل في العراق مع النظام او ضد النظام،
اليمن حالة ممكن، ليبيا يعني اللي طفحت بشكل انه كل قرية لقبيلة، وجرى لبننة متخلفة، يا ريتها على طريقة لبنان، جرى لبننة متخلفة للواقع العربي، بحيث أصبحت كل ضيعة فيها زعيم سياسي يمثل ضيعته. واليوم الوطن العربي هو هكذا. هل من أمل، بوابة أمل في هذا الخضم؟ هل يعني لنا أن نحلم بأنه نستعيد صورة صيغة من الصيغ اللي تخلي عندنا شعور بأنه ممكن هذه الأمة تنهض من جديد؟ في الواقع العربي الآن بالتأكيد الإجابة صعبة جدا. الأمل يعني يمكن المرة الماضية الأخ عبد النبي العكري احتج على الحديث لما تكلمت بهذه النقطة في عند الإخوان في المنبر التقدمي، قلت إنه يعني التسويات هذه، نحن قادمون لا محالة على تسويات بين هذه القوى اللي إلى الآن يعني هي الفوضى تخدم استراتيجياته. الفوضى يعني كل واحد يستثمر هذه الفوضى لتحسين أوراقه. وسنصل إلى لحظة لابد من أن يجلس الكبار صناع القرار ويتفقوا مثل ما اتفقوا على يالطا في يالطا. وللأسف أنه تجربتنا مع التسويات القديمة مو دائما كانت يعني لا تسويات الحرب العالمية الأولى ولا تسويات الحرب العالمية الثانية كانت لصالحنا. والكبار لما يجلسوا يكون في ذهنهم هو معابر وثروات وممرات استراتيجية، وما يكون في ذهنهم صورة الشعب، شعوب اللي موجودة في المناطق اللي هم يسعون للهيمنة على آخر شيء هي أصفار. يعني حاجة مؤلمة جدا أنه مثلا تقرأ، أنا آسف بضطر أرجع شوية، لما أقرأ يالطا 70-75% من الأراضي اليونانية كانت عند الشيوعية، يعني منطقة جبهة التحرير الوطنية مسيطرة على 75% من الأراضي. في يوغوسلافيا كانت القوى الديمقراطية يعني المدعومة من الحلفاء من الغرب من أمريكا ومن حلفاء أمريكا يتشكل 60%. اتفقوا في يالطا أنه اليونان تصير من حصة أوروبا الغربية ويوغوسلافيا تصير ضمن كتلة وارسو ضمن الكتلة الاتحاد السوفيتي. سحقوا بالطائرات من قبل الولايات المتحدة والبريطانيين، سحقوا الثوار اليونان وبدأت يعني تدمير منهجي منظم. وكان ستالين كل ما بين كل يومين يطلع لبيان استنكار، وبالمثل عملوا الأمريكان لأنه اتفاق يالطا يقول أنه القسمة هي كذا. فأريد أقول أنه الأمة من تضعف مو إلا شرط التسويات التاريخية، التسويات بين القوى الكبرى مو إلا شرط يعني مضمونة أنه أنت تستفيد منها. نحن كنا في المرة الأولى وعد بالفور وساكس بيكو، والمرة الثانية ضاعت فلسطين وفرضت أنظمة متخلفة على الواقع العربي ومنع أي تحول سياسي داخل البلدان العربية باتفاق القوى اللي تدعي أنها تطرح اللي هي تبشر بالديمقراطية. تجي أحيانا مثل هبة كندي، وكان فيه عنده مستشار اسمه والت روستو، وقتها طرح التحول المراحل اللي يسموها، ما أعرف كيف أترجمها بالضبط، stage theories، نظرية المراحل اللي تقول فيها أنه على أمريكا أن تحول العالم كله إلى أنظمة ديمقراطية
وانه في امكانيه وفي قابليه، حتى لو ذولا يزودونا فقط بالمواد الخام، لكن احنا ممكن نبشر نبشر بالقيم الديمقراطيه وبالتحولات، بالحريه السياسيه، بحريه العقائد، المعتقد، بحريه الراي الى اخره. لكن هو نفسه كندي وقع في المطب في اواخر او اخر اواخر ايام، وارسل مستشارين اللي يدعموا حكومه فان ديام في فيتنام، وجي جونسون وصعد الحمله ووصل عدد الجنود الامريكان في فيتنام الى 500، واحتجنا الى تنظير اخر غير تنظير والتروستو. ودا يبين في كل ازماتهم سامويل هانتينغتون هو اللي يطلع المنقذ. وطلع سامويل هانتينغتون في الستينيات نظريه سماها ديفلوبمنت فروم اباف، التنميه من الاعلى، بمعنى ان الانظمه الدكتاتوريه هي المهيئه لان تنقل الشعوب العالم وتسوي تنميه حقيقيه، والانظمه الديمقراطيه هي انظمه فاشله وعاجزه لان ثقافتها مختلفه. وجاءت واحد اسمه ألموند باول وسيدني فيربا وبداوا يطرحوا كلتشر ثيوري اللي يقول انه هذه العالم الثالث هو ثقافته راكده وحاله، والديمقراطيه حاله ميؤوس منها، ولا نتعب حالنا وخلينا نتجه احنا باتجاه دعم الانظمه الدكتاتوريه. بمعنى انه الموجود هو صراع ارادات، والامه الان تفتقر الى هذا الصراع. انا بصراحه اخوان يعني يعز علي انه انا يعني اتكلم بالطريقه دي، لانه الحد الادنى المطلوب اللي ممكن يخلي دخل الله انظمه رجعيه، انظمه مستبده، انظمه بائسه، انظمه فاسده، اللي تكون انها تتفق على حد ادنى لحمايه امنها، هذا مش موجود. تتفق على الحد الادنى لحقوق شعوبها، هذا الشيء مش موجود. هل نحلم بتغيير؟ انا احكي مع الاخ العزيز استاذ ابراهيم من شويه، اقول له انه يعني جاء الربيع العربي، لكن الربيع العربي جاء بانطلاقات عفويه، وفرانس فانون في الستينيات طلع كتاب اسمه ريتش اوف ذا ايرث اللي هو معذب الارض، زين، حذر فيه قال اخطر شيء على الحركه الثوريه او على اي حركه وطنيه ان تكون انطلاقتها عفويه. و ظفر النواب يقول عروس السفائن ان المراكب ان لم يكن فوقها عالم بالبحار تنز. ما يعني يبين ان احنا في صقيع، نامل انه ما يكون القادم أسوأ. اليوم سمعتم بأحداث اليمن، وأحداث اليمن بعيد عن البيانات والبيانات المضادة، نعرف أنه في تشكيل قبلي معقد، وأنه ما حد يقدر يحكم اليمن إلا وحدة اليمنيين أنفسهم، إلا اتفاق اليمنيين. سياسة الإقصاء والتهميش لن تأتي بالأمن والاستقرار لشعب اليمن. تفرح بانك قتلت علي عبد الله صالح، وهذا يفرح بانه اخذ كذا كيلو متر من في حرب مستمره لتعال. لكن ليس هناك مخرج الان الا توافقات وتسويات، او يستمر الطوفان هذا الى امد لا يمكن لنا ان نتنبأ به. شكرا لاصغائكم، انا اسف جدا اخوان انه الليله شوية أكون يعني خطابي سوداوي، لكن يمكن أنا نفسي متأثر في هذا الجانب، ويمكن نتذاكر الآن نناقش مع بعض وناخذ ونعطي، يمكن يكون فيه أمل في هالنقاش.